الأستاذ إيهاب الخطيب الناقد الرياضي الكبير. أستاذ إيهاب مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ عمرو، مساء الخير على حضرتك وعلى كل مشاهدينك الكرام. مش عارف أنا قسوت على المنتخب ولعبته دلوقتي ولا لا لا لا، أنا بس يكفي، أنا شايف في صوتك نظرة، يعني نظرة حزن، وده طبيعي جدا لأن إحنا متأثرين بالأداء السلبي اللي بيلعبه المنتخب المصري، خاصة المنتخب الأول. لكن هاخد من النقطة اللي أنت قلتها، وقلتها بالنص كده، قلت مش عايزين نقص على حسام البدري. خلينا نبدأ من النقطة دي. كابتن حسام البدري زيه زي أي مدير فني مصري كان هيجي في هذا التوقيت، توقيت صعب جدا، توقيت ما لحقتش تجهز باي مباريات، لعب ماتشين، مباراه بتسوانا، مباراه ليبيريا، مباراه وديه اللي كانت متاحه، ما حققتلكش المطلوب خالص. ما زالت انت في مرحله التعارف والبناء. خليني اقول لك ان منتخب مصر قايم على عدد لعيبه، احنا عندنا على فكره منتخب كويس قوي وعندنا مجموعه كويسه قوي، بس بعد بطوله افريقيا للشباب، بمعنى ان قوام منتخب مصر الان من عدد من نجوم المحترفين او المحليين هيكتمل نصاب المنتخب بشكل مميز جدا، ونشوفه بشكل كويس جدا لما يبقى عندك الامكانيه اللي انت يبقى عندك لعيبه المنتخب الاول، لعيبه المنتخب الأول. بمعنى لما تيجي تحط مصطفى محمد مصطفى محمد مهاجم، لسه جايب جون دلوقتي على فكرة. انا طلعت عشان اكلم حضرتك وسمعت مصطفى الهيصه، محمد مصطفى محمد جاب وسمعت جون دلوقتي. الهيصه كده، فانا ما عرفتش الجون دخل بقى ولا لا، بس الهيصه جامده جدا 1-0 1-0 للمنتخب الحمد لله. الأولمبي. تمام. فانت النهارده كنت الكره المصريه لقيت ضلتها في مهاجم من اللي كنا بندور عليهم، عنده جزء واحد ان هو بيلعب بدماغه كويس ومحتاج يتنمى في بقيه مهاراته. فانت لما يبقى عندك قوام منتخب في محمد صلاح يكون سليم الحمد لله، تريزيجيه فايق واللعيبه فايقه، وعندك مصطفى محمد مهاجم، وتحته رمضان صبحي وبقيه التركيبه، هتختلف تماما تماما. انا عايز اقول ان احنا حققنا نتيجه مش راضيين عنها النهارده، واحنا التعادل ده بمثابه الخساره، ولكن لسه بدري جدا، لسه المنتخب بينسجم، لسه الكابتن حسام البدري بيرتب اوراقه. بفضل ربنا احنا في التصفيات كينيا جزر القمر يوم 18، انا بقول لحضرتك اهو ان المنتخب قادر على الفوز في جزر القمر، في جزر القمر ومعانا توجو، احنا من المجموعه دي هنقدر نتاهل للبطوله الافريقيه مع المجموعة ترتيب كده، سهله استاذ ايهاب، وهنتاهل ان شاء الله. لكن احنا مشكلتنا، واحنا ذواقه كره قدم، شعب ذواق لكره القدم، شعب ما كانت المدرجات شويه فاضيه في المباراه الاولى والثانيه للمنتخب الاولمبي، ولما لقوا المنتخب بيدي صعب عليهم ومال المدرجات قالوا له طالما اديتنا كوره نديك تشجيع، هو كده صحيح صحيح. فبالتالي احنا ذواقين جدا لكره القدم. انا برضو مش عايزين نبعد عن المنتخب الاول كتير، نقول ان احنا في مرحله ترتيب اوراق لجيل وانسجام بين الاعمار الصغيره والسن الكبير، وان ما ينقص المنتخب الاول موجود في المنتخب الاولمبي، ولما هيندمجوا مع بعض يبقوا كويسين، واحنا بفضل الله هنقدر نعدي بالمجموعه دي. لكن احنا بندور على الاداء الافضل، وبندور على ان الكابتن حسام لسه ماسك، واول ماتش ودي لعبه بعد 4 ايام وعنده اصابات، والمباراه الثانيه اتلعبت بظروف برضه ما عرفش يجيب اللعيبه اللي هو عايزها كلهم، بيلعب دلوقتي واربع خمس لعيبه من اللي هو عليه عليهم موجودين في المنتخب الاولمبي. فبالتالي مش هنقدر نتحاسب دلوقتي، لكن عايزين نعمل افضل النتائج. النهارده مش افضل النتائج، بقول لحضرتك امام جزر القمر هيكون افضل النتائج، وبنتمنى للكابتن حسام البدري ومنتخبنا التوفيق، ومش عايزين في هذه الفتره اننا نقص شويه لان الاوراق مش كامله، فمش هنحاسب والله حد. والله فعلا، يعني انا معاك 100% يا استاذ ايهاب، بس يعني النهارده اللي احنا كنا بنفتقده اللي هي الروح، الحماسه، الاداء القتالي، يعني سيبك حتى من النتيجه، يعني عارف لو لعبوا كويس انا هقول والنتيجه لك واحد حاجه، واحد حتى لو اتغلبوا مش مشكله، بس هقول لك الاداء حاجه، كان احنا هزيل. عندنا اوراق ناقصه، بس في لعيبه ما عادش ينفع كل معسكر نلاقيها في منتخب مصر، ده كلامي بس واضح صحيح وصريح صحيح وواضحه جدا، وما هيبقى مفهوم على مين، عشان برضه ما نبقاش بنكسر عزيمه بعض اللاعبين. في لعيبه ما ينفعش كل معسكر نشوفها بتاخد فرصه واثنين وثلاثه، اخطاء هي ادائهم هو ما فيش الروح المطلوبه، خلاص يجي لعيب تاني يدخل ياخد مكانه. مظبوط مظبوط. فبالتالي الاسماء اللي بتتكرر واتكررت مع كوبر واجيري وحسام البدري ولا بتقدم مع الثلاثه اي اسياء، شكرا، هتاخد فرصه تاني ليه؟ انا ادي واحد تاني فرصه تاني. صحيح فانا بقول صحيح. لحضرتك انا طب كم واحد من النوع ده في المنتخب دلوقتي يا استاذ ايهاب؟ في بتاع 4 5، يعني ده نص الفريق. ما هو 4 5 دول، ما هو لما هتجيب لعيبه المنتخب الاولمبي هيطلعوا صح، ودول يخشوا مكانهم تبقى المعادله اتوزنت تماما. صحيح. في ناس مصابه وناس بتلعب مكانها، في ناس ما بتلعبش وجات لعبت عشان مكانها فاضي مش لاقيين حد نحطه فيه، فكل ده هيتصلح في اللي جاي. لكن
هناك بعض الاخطاء في التشكيل، في بعض الاخطاء، ولكن هتدركها الكابتن حسام بدري. لكن الخطا الاكبر ان لازم الكل يتداركه ان اللاعب اللي خد فرص قبل كده وما زال بياخد فرص وما بيلحقش المنتخب، شكرا شكرا، حتى عشان تعرف انت كلاعب ان انت لا تستحق الانضمام لمنتخب مصر، تزود مستواك وارجع تاني. مظبوط، انما انت كويس وحش موجود في منتخب مصر، كويس وحش بتلعب اساسي. طب انت نفسك كلاعب هتلوم نفسك امتى؟ طب انت كمدرب تخلي اللعيب يعلى امتى؟ ما انت لازم تقول له انت قصرت عشان يديلك مستوى كويس. فانا اعتقد ان اخطائنا معروفه، كلنا مش راضيين عن الاداء، النتيجه تعتبر هزيمه، لكن انا بطمن الناس كلها لسه في انسجام. احنا بفضل ربنا هنقدر المجموعه دي نتاهل، احنا بندور على الكوره الحلوه، والكوره الحلوه هتبقى موجوده في المنتخب الاول والمنتخب الاوروبي، وان شاء الله المنتخب الاولمبي يكمل بهذه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يعني فايز 1-0 دلوقتي مصطفى محمد، وباذن الله يعني ياخد العلامة الكاملة منتخبنا الأولمبي. ونتمنى زي ما قال الكابتن إيهاب يعني للمنتخب الوطني عودة الروح. أستاذ إيهاب الخطيب الناقد الرياضي، شكرا جزيلا لحضرتك.